لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان الضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، الله خالق السماوات والأرض. الله خالق السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الذي لا تراه الأبصار ولا تحسه العيون، والشهادة الذي تشهده أبصار خلقه. فعالم الغيب يظنها، قل يا محمد اللهم خالق السماوات والأرض، أظنها كذلك. عالم الغيب الذي لا تراه الأبصار ولا تحسه العيون، والشهادة الذي تشهده أبصار خلقه وتراه أعينهم. أنت تحكم بين عبادك فتفصل بينهم بالحق يوم تجمعهم لفصل القضاء بينهم فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفون، من القول فيك وفي عظمتك وسلطانك وغير ذلك من اختلافهم بينهم. فتقضي يومئذ بيننا وبين هؤلاء المشركين الذين إذا ذكرت وحدك اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر من دونك استبشروا بالحق كأنه حق. يعني في عن السدي في قوله فاطر السماوات والأرض، فاطر قال خالق، وفي قوله عالم الغيب قال ما غاب عن العباد فهو يعلمه، والشهادة ما عرف العباد وشهدوا فهو يعلمه. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. يقول تعالى ذكره: ولو أن لهؤلاء المشركين بالله يوم القيامة، وهم الذين ظلموا أنفسهم، ولو أن للذين ظلموا أي الذين أشركوا ما في الأرض جميعا في الدنيا من أموالها وزينتها ومثله معه مضاعفا، فقبل ذلك منهم عوضا من أنفسهم لفدوا بذلك كله أنفسهم عوضا منها لينجوا من سوء عذاب الله الذي هو معذبهم به يومئذ. يعني لو قبل منهم، لو كان يقبل لفعلوا، لأن الإنسان قد يقول إذا أخذ مني كل هذا أتحمل حتى لا يؤخذ مني. هؤلاء لو قبل منهم لبذلوه، لقبلوا ذلك. وبدا لهم من الله، يقول وظهر لهم يومئذ من أمر الله وعذابه
الذي كان أعده لهم ما لم يكونوا قبل ذلك يحتسبون أنه أعده لهم، فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أنه أعده لهم وبدا لهم سيئات ما كسبوا. يقول تعالى: ذكر وظهر لهؤلاء المشركين يوم القيامة سيئات ما كسبوا من الأعمال في الدنيا إذ أعطوا كتبهم بشمائلهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ووجب عليهم حينئذ فلزمهم عذاب الله. الذي كان نبي الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا يعيدهم على كفرهم بربهم فكانوا به يسخرون إنكارا أن يصيبهم ذلك أو ينالهم تكذيبا منهم به، وأحاط ذلك بهم. حاق يعني وجب ولزم وأحاط. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، يقول تعالى ذكره: فإذا أصاب الإنسان بؤس وشدة دعانا مستغيثا بنا من جهة ما أصابه من الضر، ثم إذا خولناه نعمة منا، يقول: ثم إذا أعطيناه فرجا مما كان فيه من الضر بأن أبدلناه بالضر رخاء وسعة وبالسقم صحة وعافية، فقال: إنما أعطيت الذي أعطيت من الرخاء والسعة في المعيشة والصحة في البدن والعافية على علم عندي، يعني على علم من الله بأني له أهل لشرفي ورضاه بعملي. عندي يعني فيما عندي. طبعا الآية هنا ليس فيها عندي، ولكن قالها يعني متابعة لما ورد في سورة القصص عن قارون، كما يقال: أنت محسن في هذا الأمر عندي، أي فيما أظن وأحسب. إنما أوتيته على علم عندي، يعني في ظني، عندي أن القول الراجح في المسألة الفلانية كذا، عندي أن الذي حدث كان بسبب كذا وكذا. إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، يعني في ظني أن الله أتاني ذلك لعلمه بشرفي ورضاه عني. والوجه الثاني في عندي اللي في قولة قارون ليست في هذا الموضع، أن عندي بمعنى أنا على علم، مني بوجوه المكاسب، أنا الذي على العلم بسبب علمي، أوتيته بسبب علمي بوجوه المكاسب. عن قتادة: ثم إذا خولناه نعمة منا حتى بلغ على علم عندي، أي على خير عندي. هي غريبة أنه هي ليس فيها عندي في هذا الموضع، لعل قتادة أدخل الآيتين إحداهما في الأخرى ليذكر تفسير هذه بتلك. عن مجاهد قوله: إذا خولناه نعمة منا قال أعطيناه، قال مجاهد أعطوه، إذا حتى إذا خولناه نعمة منا قال أعطيناه، وقوله أوتيته على علم أي على شرف أعطاني. مديش طبعا هي خير عندي، شرف عندي، شرف، بل هي فتنة. يقول تعالى ذكره: بل عطيتنا إياهم تلك النعمة من بعد الضر الذي كانوا فيه فتنة لهم، فتنة لهم يعني بلاء ابتليناهم به واختبارا اختبرناهم به، لكن أكثرهم لجهلهم وسوء رأيهم لا يعلمون لأي سبب أعطوا ذلك. عن قتادة: بل هي فتنة، قال بلاء، قد قالها الذين من قبلهم. يقول تعالى ذكره: قد قال هذه المقالة، يعني قولهم لنعمة الله التي خولهم وهم مشركون، أوتيناه على علم عندنا
الذين من قبلهم، يعني الذين من قبل مشركي قريش، من الأمم الخالية لرسلها، قالوا ذلك لرسلهم تكذيبا منهم لهم واستهزاء بهم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يقول: فلم يغن عنهم حين أتاهم بأس الله على تكذيبهم، على تكذيبهم رسل الله واستهزائهم بهم، ما كانوا يكسبون من الأعمال، لم يغن عنهم ما كانوا يكسبون من الأعمال، وذلك عبادتهم الأوثان. يقول: لم تنفعهم خدمتهم إياها، ولم تشفع آلهتهم لهم عند الله حينئذ، ولكنها أسلمتها وتبرأت منهم، أسلمتهم وتبرأت منهم، فأصابهم سيئات ما كسبوا. يقول: فأصاب الذين قالوا هذه المقالة من الأمم الخالية وبال سيئات ما كسبوا من الأعمال، عاقبة يعني، فعوجلوا بالخزي في دار الدنيا. وذلك كقارون الذي قال حين وعظ: إنما أوتيته على علم عندي، فخسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. يقول الله جل ثناؤه: والذين ظلموا من هؤلاء، يقول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: الذين كفروا بالله يا محمد من قومك وظلموا أنفسهم وقالوا هذه المقالة، سيصيبهم أيضا وبال سيئات ما كسبوا، وبال سيئات ما كسبوا، كما أصاب الذين من قيلهم بقيلهموها بقولهم هذه الكلمة، وما هم بمعجزين. يقول: وما يفوتون ربهم ولا يسبقونه هربا في الأرض من عذابه إذا نزل بهم، ولكنه يصيبهم سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تلد لسنة الله تبيلا، ففعل ذلك بهم فأحل بهم خزيه في عاجل الدنيا، فقتلهم بالسيف يوم بدر. عن السدي: قد قالها الذين من قبلهم، الأمم الماضية، والذين ظلموا من هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سيصيبهم سيئات ما كسبوا. أمة محمد هنا أمة الدعوة، الله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.